فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يبدأ السعي لصلاة الجمعة؟ هل هو بعد الفجر مباشرة حتى تحسب له الرواح في الساعة الأولى؟ بعض العلماء يرى أن الساعة الأولى تبدأ بعد صلاة الفجر، بعض الآخر يقول بعد طلوع الشمس، وهذا الذي سمعت الشيخ ابن باز يختاره أنه بعد طلوع الشمس. نعم.